حجاب نهج السنة، يبغي الهدى والخير للبرية، يعلم القرآن للبراعمي لينعموا بالخير والمكارم. ننتقل إلى فقرة تحفة الأطفال، يقرأ شطرا منها تلاميذ الكتاب، فليتفضلوا مشكورين. منظومة ديال تحفة الأطفال هي منظومة في تجويد القرآن الكريم للإمام ابن الجمزوري رحمة الله عليه، نظمها وسماها بتحفة الأطفال. لماذا؟ لأنها فيها المبادئ الأولى لقواعد التجويد، أحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام الميم الساكنة، وأحكام اللام، هذه القواعد الأولى في قواعد التجويد. نظمها هذا وسماها تحفة الأطفال، سميتها بتحفة الأطفال، فسماها بتحفة الأطفال. وهي وقال العلماء إنما ذكر الأطفال هنا ليس الأطفال في السن، وإنما الأطفال في العلم، في علم التجويد. يعني أي واحد بغى يبدأ علم التجويد سواء كان صغيرا أم كبيرا، فإنه لا بد أن يحفظ هذه المنظومة ويفهم معناها ومقصودها. يلا تفضلوا. Bye.
أحسنتم ما شاء الله عليكم، أحسنتم بارك الله فيكم. تبارك الله قرأوا المنظومة بأكملها أكثر من 60 بيت ومحسيناش بها لجمالية الأداء وحسن الإلقاء وإتقان الحفظ. نسأل الله تعالى أن يحفظهم جميعا في الدنيا والآخرة وأن يوفقهم لحفظ كتاب الله كاملا والعمل به.